معكم إلى نبض البلد، معكم مهند المبيدين، حيث نصلكم بآخر الأحداث والتحليلات وأهل الرأي. أكد دولة الدكتور عبد الله الدسور في مؤتمر صحفي يوم أمس للحكومة على أن الحكومة ماضية في استحقاق الانتخابات البلدية القانوني، وأنه لم يكن بالإمكان تأجيل هذا الاستحقاق مرة أخرى، وفي نفس الوقت لم تستطيع الحكومة أن تنظر في القانون والذي كان موضع دراسة وجدل واختلاف في السنوات الماضية، ذلك أن موعده القانوني الملزم تزامن مع الانتخابات النيابية، حيث كان من المفترض أن يكون موعد إجرائها 19 آذار الماضي لولا الفسحة القانونية إلى 27 آب الجاري. وأشار نسور إلى أن دمج وفصل البلديات سيكون مفتوحا بعد الانتخابات البلدية، بحيث تديره المجالس البلدية المنتخبة وليس الحكومة، وبناء على رغبة المواطنين، مؤكدا أن هذا يأتي في صلب العملية الديمقراطية وبإتاحة المجال أمام المواطنين لاتخاذ القرارات الصائبة، وفي ظل الحديث عن إجراء الانتخابات البلدية وضرورة الدفع للمشاركة فيها، فإن الحكومة تواجه تحد واضح في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بصفتها، أي الانتخابات تؤدي إلى استحقاق وطني، وهو استحقاق له مدلول قومي وقوي أيضا على أمن الدولة وقوتها ومتانتها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة المحيطة بالمملكة. وهذا الاستحقاق إجراؤه يعمل على ترسيخ هيبة الدولة كونها تتمتع بأعلى مراتب النزاهة والشفافية هذه الانتخابات. وقد جاءت تصريحات الحكومة اليوم في هيئة شباب كلنا الأردن لكي تحد من رفع حجم التوقعات في المشاركة الانتخابية، فإلى تلك التصريحات. كان عندنا انتخابات نيابية، عدد اللي سجلوا هم 1,400,000، خلينا نقول 1,400,000 زائد ناقص، واللي سجل معظمهم راحوا مشان ينتخبوا، وحصلنا على 56% من 2.4 مليون. انت الان تسجيل اوتوماتيكي، يعني اللي يرغب واللي لا يرغب واللي نص مفكر تسجل اوتوماتيكيا، فالنسبة ستكون اقل بكثير. ولكن لا اريد ان اعطي نسبة اجي اقول لك والله 5% والله 40% والله كذا. في جهات قاعدة بتقيم، اليوم قرأنا 20% في احدى الاقلام، وشخص يعني اكون له كل الاحترام واثق بتقديراته، ولكن هذه ليست تقديرات رسميه، من الصعب جدا ان اعطي رقم. ولكن اللي بقوله لا نعول الكثير يعني على ارقام خياليه، وهذه خدمه محليه، عرفت علي كيف؟ ولكن املي ان تفوق الانتخابات البلديه، الانتخابات النيابيه. ليش؟ هذا تعنى في منطقتك، تعنى في شارعك، تعنى في إنارتك، في نظافة أمام منزلك. في المقابل هناك جهود مجتمعية مدنية تسهم في دفع عجلة المشاركة الانتخابية وتعزز مفاهيم الوعي الديمقراطي والمحاسبة والتثقيف السياسي، وهو ما تقوم به منصة تقدم التي أعدت لنا التقرير التالي عن مطالب الناس وآرائهم في موضوع الانتخابات البلدية من محافظة الزرقاء. فإلى التقرير. خدماتهم بالزرقاء معدومة. النظافة تحت الصفر. مجاري فايضة، نفايات. البلدية أبداً ما فيه، نظافة أبداً ما فيه، يعني الشوارع لو بتشوفين يعني كلها زبالة بزبالة. الزرقاء الجديدة كلها متراكم زبالة. والطرق كمان مش كويسة، محفرة وبدها صيانة. حنفيات مكسرة والمي داشعة. منطقة الجبل الأبيض عبارة عن بركة سباحة، لا مرة عارف تروح على المدرسة، لا واحد عارف يروح يصلي. لا عندنا صحة ولا عندنا مستشفى ولا عندنا مركز صحة ولا مدرسة ولا جامعة. المشكلة الأساسية اللي هي المشكلة المالية، نسبة الرواتب في الموازنة أكثر من 80%، يعني إذا كانت موازنتنا 24 مليون يعني ممكن يكون تصل إلى 20 مليون أو 19 مليون، الآن عندي 4000 تقريباً 4200، أنا حقيقي الآن في العمل اللي الآن بيأدوه أنا مش بحاجة إلى أكثر من 1000-1200 شخص فقط.
موارد البلدية هي ذاتية، الآن الحكومة لا تساعد أو لا تدعم البلدية بأي فلس، حتى عوائد المحروقات أو رسوم المحروقات بسموها هي حق للبلدية، وبالعكس هم يعني ما بيعطوا البلدية الحق اللي هو خصص إلها. يفترض ما أتخذ أي قرار أو يكون هناك أي نية لاتخاذ أي قرار إلا أني أرجع للمجتمع المحلي، يعني في فردية في القرار، واللي بيستحوذ على هذا القرار بالغالب هو رئيس البلدية. القانون بيقول لك البلديات مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وأداري، لكن في حقيقة الأمر أبداً غير مستقلة، يعني ابتداءً من وضع الموازنة ووضع المخصصات والإنفاقات لكل بند بتتدخل فيه الوزارة. تعديل قانون البلديات وكل التعديلات اللي تمت عليه بتتم في معزل عن البلدية الأم، وبمعزل عن المجتمع اللي هو أصلاً هو أدرى في احتياجاته وفي مشاكله وطرق حلها. هلا هناك في محاولات لإعادة تأهيل السيل سواء من خلال وزارة البيئة أو من بعض المؤسسات الدولية الداعمة، كونه يقع ضمن حدود البلدية فيفترض المسؤول الأول عن هذا الموضوع اللي هو البلدية، لكن هي أحد الأسباب في سيل الزرقاء اللي هي تعدد المسؤوليات. الآن في أكثر من جهة إلها علاقة في السيل، والآن الأمور ضائعة. أنا معني أني أنا يكون أراقب على وضع المدارس، أنا يعني ما بصير أنه أنا مدارس في الصف 60 و70 طالب، أنا لازم أتدخل في موضوع المستشفيات والمراكز الصحية والمياه اللي بتصل للمواطن، في بعض المواطنين ما بيصلهم. هلا خلينا نخرج من إطار أنه أنا بس دوري خدمي صرف إلى دور أوسع. مدينة كنا فيها في الدنمارك صعقت كم المجلس البلدي ورئيس البلدية له تدخل في كل قضايا المجتمع. بدي انتخب، بلكي يعني اجى واحد احسن. مستحيل اني اصوت لاي حد، مستحيل، لانه بوعدوك بشغلات وما بيسوي لك اياها. انتخب جارنا بلش يصلح لنا الجبل. بلدنا بخير. بطبيعة الحال نوجه الشكر لمنصة تقدم على هذا التقرير من محافظة الزرقاء ولكل من ساهم في إنجازه. أيضا في المقابل هذه الجهود المجتمعية، هناك جهد تقوم به كافة مؤسسات الدولة على إدارة العملية الانتخابية البلدية في أكثر من 100 بلدية، وفي ظروف سياسية واقتصادية على الأقل توصف بأنها غير مريحة، إلا أن البعض يرى بأن إجراء مثل هذه الانتخابات والتي يحتاج قانونها إلى تطوير هو نوع من ثقة الدولة بقدراتها ومؤسساتها، وهو أمر لا يحتاج للتأجيل بدواعي الإقليم المتوترة والعجز المالي. وهنا نعود إلى القول الدائم بأن الحلول الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية دائما تبدأ في السياسة أولا، فكيف عبر المواطنون عن آرائهم تجاه العملية الانتخابية البلدية لكاميرا نبض البلد؟ نترككم لتشاهدوا. أول شيء يعني نهتم بنزاهة الانتخابات، تكون نزيهة بين الناس، ونحفز الناس إنه يعني يكون للبلدية أو الأمانة يكون لها فعل يعني بالدور للتنمية الاجتماعية. هي المفروض راح تكون نزيهة وشفافة، يعني تكون إن شاء الله تكون نزيهة وشفافة، والناس كلها تروح على الصناديق وتصوت إن شاء الله. تكون انتخابات نزيهة، نعطي الناس حريتها بالتعبير أنها تنتخب الناس بدنا أصوات بالصناديق اللي صوتوا، مش أتفاجأ بالصناديق إني ألاقي أصوات من ناس ما صوتت. هذا اللي بيصير معنا كل سنة، إنه بنتفاجأ إنه بيقولوا لنا انتخابات السنة نزيهة، معناته السنة اللي فاتت ما كانت نزيهة. أنا بدي إشي نزيه، أحفز الناس إنه في انتخابات، أنتوا حريين التعبير عشان يروحوا مرة ثانية على انتخابات. لازم نفعل دور المجالس البلدية، وإنه الانتخابات تكون نزيهة 100%. وإن شاء الله عز وجل اللي بيكون صادق وأمين وبكون بهم مصلحة البلد
راح تكون الانتخابات إن شاء الله إلى الأمام وتكون نزيهة بإذن الله تبارك وتعالى. لازم يشاركوا لأنه هذا خدمات لهم، بكرة يطلبوا خدمات، اللي ينتخبوا يطلبوا خدمات حتى يخدمهم ويخدموا الواحد، يطلبوا الواحد الأمين اللي عنده مخافة الله ويخدم الوطن ويخدم الشعب. بالنظر لكلام الناس عن النزاهة والشفافية أيضا والأمانة، الحكومة صارعت إلى تعزيز دورها في الحرص على نزاهة العملية الانتخابية عبر دعوة رئيس الوزراء دولة الدكتور عبدالله نصور في دار رئاسة الوزراء صباح أمس الاثنين المحافظين في وزارة الداخلية في اجتماع تركز على استعدادات لإجراءات الانتخابات البلدية والخطوات اللاحقة لعمل اللجنة الملكية للنزاهة الوطنية في الالتقاء مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في الميدان بجميع محافظات المملكة وصولا إلى بناء ميثاق نزاهة وطنية. فكيف عبر المواطنون وكيف نقرأ برنامجهم الانتخابي؟ وماذا يمكن أن يسأل الناخب مرشحه؟ وهل يمكن أن تحدث الانتخابات البلدية مشاركة ملموسة بحيث يأتي الناخب المرشح الأفضل لما فيه مصلحة البلاد والعباد؟ وهل من ملاحظات على دور مؤسسات الدولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الملاحظات على الأداء الحكومي؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا الليلة، كل من سعادة الدكتورة سلمى النمس المنسق العام لمنصة تقدم ومعالي النائب الدكتور حازم قشوع. سنرحب بضيوفنا بعد الفاصل، وإلى أن نبدأ الحوار ننتظر منكم مشاهدي الأعزاء البدء بالتفاعل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية للإجابة على سؤال الحلقة، كيف تصف الاستعداد للانتخابات البلدية؟ نعود معكم ونبدأ الحوار لكن بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة لهذا المساء حول الانتخابات البلدية، وأرحب بضيوفي كل من الدكتورة سلمى النمس. مجددا أرحب بك وأنت منسق عام لمنصة تقدم، أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. أرحب بك أيضا معالي الدكتور النائب حازم قشوع، أهلا وسهلا. أهلا دكتورة. واسمح لي أني أبدأ مع دكتورة سلمى، يعني إلى أين تجدي إمكانيات أن نصل الانتخابات بلدية سليمة في ظل هذه التوقعات للمشاركة؟ وأنتم ما هي ملاحظاتكم في منصة تقدم على كل ما جرى من أجل استعداد العملية الانتخابية؟ إحنا في الحقيقة يعني كمنصة كنا بدأنا في محاولة لتعديل قانون الانتخابات، في الدعوة لتعديل قانون الانتخابات البلدية، قانون البلديات خلينا نقول بالأحرى، قبل القرار بتاريخه، وكان على أمل أنه يؤدي ذلك لمشاركة أعلى، لأن القانون نتوقع كنا منه أنه يعطي مجال لدور أقوى للبلديات والمشاركة، ويكون في دور مشاركة للمواطن في اتخاذ القرار. حسم هذا الأمر لا تعديل للأسف، للأسف الحكومة يعني لم تستمع لنا، وشاركنا كمان في عريضة مع مجموعة من قادة الرأي، فوق 80 شخص قد وقعوا معنا من قادة الرأي على هذا الموضوع، وتم تجاهلنا حتى من مجلس النواب للأسف والأعيان. إحنا سلمنا العريضة للطرفين. إحنا بالنسبة لنا البلديات والحكم المحلي بشكله في الدول المتقدمة مقياس للديمقراطية ومستوى المواطنة، وهم مفروض يكونوا عجلة محرك التنمية مش مجرد خدمات. فللأسف يعني إذا لاحظنا من التقارير اللي حضرتك تفضلت فيها، وإحنا كمان كمبادرة عملنا عدة فيديوهات، منها فيديو هلأ هذا واحد منهم عن الزرقاء، في واحد بإربد وعمان، بتلاحظوا أنه في شعور بالأسى من طرف المواطنين بأنه أولا دور البلدية ضئيل جدا، وحتى دورها الضئيل ليس لديها القدرة على القيام به لعدة أسباب. واحدة منها لأنه خلال العقود الماضية فقدت البلديات العديد من صلاحياتها وتحولت لدور ضيق، صار دور رئيس البلدية للأسف أقرب إلى دور المختار، توقعات البلدية من البلدية صارت قليلة، وصارت معظم نفقات البلديات تروح على الموظفين. رايحين نروح للتحديات، بس خلينا نفكر شوي أكثر. فبالتالي الاستعدادات الأولية، فبالتالي نحن بنظرنا أنه المشاركة ما رح تكون عالية، ولكن نحن من منطلق أنه نحن منصة نؤمن بالتغيير الإيجابي، فكرنا أنه نعمل مبادرة. هذه المبادرة بتشجع المواطن، أولا هي فرصة لرفع الوعي نحو ما هو دور البلدية، بداية لحوار نريده أن يستمر ما بعد الانتخابات،
وبدنا لما يختار المواطن على الأقل في هذه المرحلة أن يختار بشكل صحيح. عشان هيك إحنا عملنا زي مجموعة من الأسئلة ووزعناها على صفحات الاجتماعية على الإنترنت، وعم نوزعها كمان كمطبوعة مجموعة من الأسئلة التي يجب أن تسألها لمرشحك البلدي علشان تختار المرشح البلدي الصحيح كخطوة أولى. فإحنا المواطن إذا ما عنده الثقة بأنه هذا المرشح رح يحدث تغيير ما رح يشارك المواطن. هذا جزء كبير من مشكلة عدم المشاركة. خلينا نذكر بأنه عدد المترشحين انتخابات يعني كأعضاء مجالس أو كرؤساء بلديات حوالي 3040 مرشح ومرشح حسب ما أعلنت طبعا وزارة البلديات حتى يوم الجمعة 16 آب. أيضا هناك انتخابات يعني في أمانة عمان، نذكر بأنه أنا 980 صندوق حسب ما جاء في موقع وزارة البلديات، وهناك عندنا موزعين على تقريبا 51 مركز اقتراع. هناك ورقتي اقتراع راح يكون، هذه في بعض التفاصيل. أنقل السؤال إليك معالي دكتور حازم قشوع، يعني بخبرتك ومعرفتك في الانتخابات والحكم اللامركزي، كيف تقرأ فعلا استعدادات الحكومة لإنجاز مشهد انتخابي بلدي يعوض بعض الأخطاء ويعزز الدولة للمضي بخطوة الإصلاحية القادمة؟ دكتور مهند، بجوز بتتفق معي أنه حكومة يعني بتقوم بانتخاب في عام واحد مرتين، هذه حكومة تستحق الاحترام والتقدير، وهذا نظام واضح أنه يعني مهتم جدا في عملية الإصلاح الممنهج القاضي بالديمقراطية الأصلها اللي هي الانتخابات. وبالتالي نتحدث أنه دولة ثابتة لها رسالتها السياسية، أني أنا دولة قادرة على أن أجري انتخابات في سنة واحدة مرتين، وأنا أعتقد أن هذه الرسالة هي الرسالة السياسية التي يريد النظام يوجهها. أما استعدادات هذه الدولة، كنا نحكي وياك تحت الهواء، يعني عملت تمرين حي في الانتخابات النيابية، مش مقبول منها تخطئ ولا خطأ في هذه الانتخابات باعتبار أنها خاضت تجربة أهم ربما قبل تجربة بانتخابات نيابية، فمش مقبول منها. لكن خلنا نشوف هذه الحكومة شو قدمت جديد، أو الهيئة اللجنة الآن برئاسة صديقي حسين المجالي شو اللي سوى. أنا بعتقد أنه سوى شيء جيد. الأولى قبل التحدي قال أنه أنا بدي أعتبر كل الأردنيين هم مسجلين. أنا بعتقد أنه يعني هذا بتحدث بثقة غير يعني غير مسبوقة. ورقم اثنين، على الرغم أنه في عنا 700,000 مغترب وفي عنا 250,000 عسكري أعلنوا أنهم مش راح يدخلوا الانتخابات، ففي عندي حوالي 1,000,000 بني آدم، هم 700 منهم غير موجودين و250,000 منهم أعلنوا أنه بدنا نشارك حفاظا على الحيادية والنزاهة. صحيح، هذا ما جاء في إعلان مصدر مسؤول، اسمح لي قاطعك، في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه يعني أن منتسبيها لن يشاركوا في انتخابات البلدية المزمع إجراءها في 27 الشهر الحالي. هذا ما جاء في عن طريق وكالة الأنباء بترا ونشرته كافة الصحف الأردنية. تفضل دكتور مهند. الحلو في هذا الموضوع إنه سمع للشباب، كم جميل إن نسمع للشباب. الشباب قالوا له طيب خلينا نودي مسج، شوف القصة قصة جميلة إنه نودي مسج، هاي المسج بتعطيك رقم الصندوق وين بدك تصوت وأي أي ملف بالتصويت 9-8-2-8 ولا في أسهل منها. يعني وحط رقمك الوطني 9-8-2-8 بتجيك بنفس اللحظة بنفس الثانية بخلال ثواني ثانية واحدة تجيك رسالة نصية بتقول لك المدرسة الفلانية الصندوق الفلاني ورقمك هيك. بالتالي 9-8-2-8 بتحدث إنه كيف الدولة تتواصل بتواصل مباشر مع وسائل التواصل الحديث. وأنا أعتقد إنه هذا يسجل للحكومة ولا يحسب عليها. رقم ب، إلا إحنا نشوف إحنا كمان في شلات الإيجابية اللي أعطتها الحكومة. الثقة اللي حطت فيها الحكومة إنه قالت بدل ما إني أتحدث عن حالة الربط الإلكتروني اللي كانت سائدي واللي كنت أنا للناس اللي معجبين فيها وبدي إياها، قالت لا الآن بدي أستعيض عنه بشيء جديد. ممنوع حدا يصوت إلا في صندوقه، يعني مش زي ما بدي أنا بروح حازم قشوع بدي إلي صوت في عمان في أي مكان في عمان بصوت أو إلي مكان في الكرك، لا بتصوت في صندوقك. فبالتالي هذا ما حصل في الانتخابات البرلمانية أيضا، وهو اللي ما حصل في الانتخابات البرلمانية. إذن الشيء الإيجابي اللي سويناه في البرلمانية قاعدين بنسوي إيجابيا في نستفيد منه إيجابيا في الانتخابات البلدية. لكن خلينا نحكي شو اللي يعاب عليه. طب لماذا الربط الإلكتروني يعني ناسك أو أنت ضده مثلا؟ لا أنا مع الربط الإلكتروني. أنا كنت لما كنت يعني نعمل عملية تسجيل، كان أيامها نسجل لما سجلنا في الانتخابات، من المهم الربط الإلكتروني إشي واحد ما يتكرر اسمك مرتين. رقم اثنين بصراحة أحكي لك إنه أنت إذا أنت مواطن في عمان ساكن في عمان وإلك اسم في الكرك، هلا بحق لك تصوت لما بتسجل، بحق لك إنك تسجل اسمك إما في الكرك أو تسجل اسمك
في عمان. هاي الانتخابات لا، وين ما كان اسمك وارد كساكن نزل اسمك بالكشوف اللي موجود ولا يقدر كساكن كساكن اللي يقدر طبعا لا 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 المديرية مديرية جوازات والأحوال المدنية، جوازات والأحوال المدنية اللي طبعا برأسها هذا الرجل المحترم اقتشعت. وبالتالي بتحدث إنه استفدنا إنه عندنا معلومات بمديرية الأحوال المدنية والجوازات، استفدنا منها في ذلك، وأيضا تحدثنا عن وجبة جديدة تسجل وتحسب للحكومة. بس طيب يعني بقي السجل الانتخابي تبع الانتخابات البرلمانية منفصل، وهو كان لأول مرة يبنى سجل انتخابي الناس الرغبين. ليش؟ لأنه هذا السجل الانتخابي ليس ملك للحكومة، ملك لماذا؟ الملك للهيئة المشرفة، هي مستقلة للانتخابات. هذه انتخابات أصلا في العالم، تعرف أخي أخي مبيضين وست سلمة، هذه انتخابات للسكان. يعني في بريطانيا الهندي والأردني اللي بريطانيا بعادل السكان، يعني مش سيادية، اللي ذات لغة سيادية هي الانتخابات اللي متحدث عنها البرلمان والكونغرس، هذه انتخابات سيادية. لكن هذه انتخابات خدمية، أنا بتقدم بخدمة، وبالتالي إذا كنت ساكن في هذه المنطقة بهمني مين اللي بقدم لي هذه الخدمة، وبالتالي أتحدث عن ساكن وليست أتحدث عن مواطن. النقطة اللي أنا جاي فيها اللي يحاب على هذه الانتخابات انه ارهقت الاحزاب، عشان هيك بتشوف انه نسبه الاحزاب اللي شاركوا في الانتخابات النيابيه كانت ضخمه، نسبه الاحزاب اللي شاركوا في الانتخابات البلديه متواضعه. ليه؟ لانه ما هم مش مصاري، الاحزاب ارهقوا ماليا في الانتخابات، صرفوا اللي معهم في الانتخابات النيابيه، لانه بتحدث انه خلال 6 شهور تم اجراء انتخاب مرتين. فانا بعتقد هذا يعاب. رقم 2 الذي يعاب، تاخرت الحكومه في الدعايه، يعني مره ثانيه مش كل الاردن بتسمع 9-8-2-8. انا حابب اكرر عده مرات هذا في برنامجك المشاهد، انا بعرف برنامجك المشاهد 9-8-2-8، مش كل الاردن بعرف، ولا حدا بعرف انه اذا بودي مسج بتيجيني هذه المعلومات. بدنا ضغط اعلامي كبير على اساس انه ناكد على انه كيفيه التواصل. يعني هذا كمان يعني ملاحظه مهمه جدا نقولها للاخوان المعنيين في الانتخابات البلديه، الناس ما بتروح برفاهية عالية الانتخابات إلا إذا كان في يعني ضغط إعلامي وماكينة الدولة تشتغل بشكل وإحنا في رؤية وفي منصة تقدم وفي غيرنا من وسائل الإعلام الوطنية المحترمة هيك بتشيد إنه لازم إنه روح الانتخابات. هذا يدعوني للانتقال دكتور، ويعني برجع لك ربما بعمق أكثر في التحديات. دكتورة سلمى، يعني أنتوا ذهبتوا إلى الزرقاء، ذهبتوا إلى محافظات أخرى، إربد وربما أيضا محافظات ثانية في الوسط والجنوب، يعني ما الذي استشفيته من آراء الناس؟ ماذا تشكل لديكم انطباع من آراء الناس؟ شكرا لك. بس بدي أعقب على نقطة أخيرة وبعدين أرجع. إحنا كمان مش بس مشكلتنا بالإرهاق بالأحزاب، إحنا مشكلتنا إنه حسب القانون الحالي صار مارق أكثر من سنة ونص على عمر المجلس البلدي اللي سوف يتم انتخابه، فهذا بيعني إنه نحنا بعد سنتين وشوي رح نرجع نعمل رح نرجع نعمل انتخابات بلدية. برضو هذه كمان كان لازم يفكروا فيها الحكومة في حينه، لو تعدل هذا البند في القانون على الأقل كان أعطيناه عمر 4 سنين. هلا القانون هذا انتهى، لا يمكن. هلا بالنسبة لنا أول إشي نحنا بنلاحظ طبعا يعني في شعور عام بأنه عدم ثقة بقدرة البلديات على القيام بواجباتها. في نفس الوقت الناس بدها تصوت، يعني بتلاقي في تناقض إنه البلديات ما بتعمل إشي، البلديات لا تستطيع، في شعور بأنه في سوء إدارة وفساد حتى ضمن البلديات. إحنا مع إعطاء البلديات صلاحيتها، بس لكن إحنا مع المساءلة، وبالتالي موضوع المساءلة كتير ضروري إنه يصير جزء من العملية التنموية، هاي عملية تخطيطية عشان الناس تستعيد ثقتها في البلديات. هم هذا جزء من المشكلة، لكنهم لازالوا يريدون التصويت. لكن لماذا يريدون التصويت؟ لأنه إحنا لحديت اليوم نظرتنا للبلدية من خلال اصطفافات مصالح أو عشائرية أو هويات فرعية. فنعتقد بأنه إذا نحن استطعنا أنه نصوت ممكن نستفيد. إحنا المهم أنه نحن ننقل، ينتقلوا من نظرتهم للبلدية من موضوع، وأنا بدي أعمل يعني بين هامشين بنقول شو اسمه حراسة وكناسة، لأنه البلدية أنت مش بس بدك هذا من البلدية، هم لسه لهلا المواطنين مش قادرين يفكروا بالدور الثقافي للبلدية، مش قادرين يفكروا بالدور التنموي للبلدية. بقول لك بس يعني نطفوا البلد، تخيل مستوى النظافة، مستوى الطرق، التعبيد الطرق، الحدائق العامة. أنت لما بتقول بلدية مثل إربد الكبرى ما فيها لها لكل 20,000 مواطن حديقة عامة واحدة، ما فيها أدوار تنموية كبيرة وسياسة، فالمواطنين لسه مش قادرين يشوفوا أبعد من احتياجاتهم، يعني الحد الأدنى من الاحتياجات من البلدية المواطنين. وحتى في عمان إحنا يعني إحنا حتى هذه قضية حتى في عمان على هذا الموضوع كمل بس لأنه هي لسه أرجع لها. يعني حتى في عمان هذا الموضوع، يعني مثلا ما في وقت يفكروا بموضوع منظومة المواصلات،
يعني عمان هلا تعاني يعني بالنسبة لهم الموضوع توسع ديموغرافي، كل هاي القضايا مطروحة، كل هاي القضايا مش قادرين يوصلوا لها. هم بس معنيهم انه جيبوا، بدنا ننتخب مجلس بلدي هلا يحل لنا مشكلة الزبالة ومشكلة الشوارع. ما هي عملية مشكلة، صحيح مشكلة كبيرة، ولكن لماذا لما انت انفاق البلدية 80% على الموظفين، من سيقرع الجرس؟ طيب من سيقرع الجرس؟ خلينا نشوف دكتور وهو وزير سابق، يعني ما الذي يرهق البلديات في موضوع التعيينات؟ الأساس زي ما شفنا بالتقرير اللي عملته منصة التقدم، انه المهندس في بلدية الزرقاء بيقول 20,000 تنفق على رواتب موظفين. انا بعرف انه بلدية الكرك او المفرق مليون، يعني 20 مليون رواتب فقط، يعني من اصل الموارد 24 او 21، وبعض البلديات لا تكفي الموارد للانفاق على رواتب موظفين. يمكن من الخطوات الاجرائيه المهمه دكتور انه الحكومه منعت التعيينات في اثناء عمليه الانتخاب والترشيح، وهذا يمكن يكون يعني ادى الى فائده عدم يعني انه طمعوا الناس بوظائف وبالتالي ينجحوا على ظهورهم بعدين يتنكروا لهم. لماذا وصلنا الى هذا الامر؟ مين البعين، الوزير ولا الناس اللي بيضغطوا عليه والرئيس الوزراء؟ يعني من يتحمل المسؤولية بالوصول إلى هذا الدرك الأسفل من الإنفاق والعجز المالي؟ خليني أحكي لك إنه هذا الموضوع أخذته بعين الاعتبار لما صممت هذا القانون. الموضوع له علاقة بالتعيينات. بصراحة أحكي لك إنه الضغط لما أنت بتصير رئيس بلدية كل اللي بيكونوا معك بتم تعيينهم، وأنا بعتقد إنه أحد الآن مرشحين نفسه لرئيس بلدية كنت أنا تحدثت عنه إنه يعني عين من قرايبه بيوم واحد 780 واحد. يعني بكل وضوح ما وين طب اجهزه الدوله لا احنا قدمنا لكن هو بيقول لك انه طبعا كوزير انت ما بتوافق عليه، لكن بصير في عندك مشكله لما بيجي رئيس البلديه وبعين انت بصير عندك مشكله انك كيف تتعاطى مع هذول، لانهم هذول بالنسبه لهم صاب، بالنسبه لهم موظف واخذ قرض وراح اتجوز، فانت بدك تصير كيف تحل المشكله اللي سويناه في البلديه قانونيا. دكتور قانونيا هل يستطيع الوزير ان يوقف رئيس وزير؟ طبعا لا استطيع، لكن استطيع انه كده اتعامل مع المشكله، بس قانونيا انا استطيع اني لا اوافق على هذه التعيينات. لكن عندك مشكله كيف تتعاطى معها. ارجع مره ثانيه للموضوع اللي كيف عالجناه في القانون. اول شيء انه في بدء استلام لوزير البلديه حطينا شيء بسموه هيكليه اداريه لكل البلديات. البلديات عندنا مصنفه بثلاثة زائد واحد، وبالتالي بنتحدث انه هيكلية ادارية لكل يعني بلدية. زائد واحد يعني الف وباء وجيم ودال. طيب عندنا البلديات الكبرى الف يعني الف، وبعدين بلديات اصغر منها، وبعدين ثم بلديات جيم، ثم بلديات صغيرة زي أصغر. قطر زي رحمة صغيرة، هذول البلديات الصغيرة، ثم بلديات دال اي معنى اقل من خمس صغيرة بتصنيفها صغيرة بتصنيفها مع كل التحية والاحترام. طبعا اتحدث انه هذول البلديات جينا سوينا شيء بسموه انه ايجاد ما يسمى هيكليه اداريه لكل هذه البلديات ووصف وظيفي. مشوا عليه طيب مشوا عليه جايك في الكلام. وصف وظيفي لهذه البلديات. هسه هذا الهيكليه الاداريه والوصف الوظيفي بحاجه لقانون تضبطه، عشان هيك القانون الجديد اللي انتبهت عليه هذا القانون فيه شغلتين ما كانت في السابق. الاولى مدير تنفيذي في كل بلديه من البلديات، يعني في كل بلديه من البلديات قلنا ان بدنا نوائم ما بين مخرجات الحاله الديمقراطيه من جهه والحاله الوظيفيه اللي بنتحدث عنها من جهه اخرى. رقم 2 غير مدير تنفيذي، في عندنا مراقب عام. هذا المراقب العام ما بوقع لرئيس البلدية أي تعيين قبل ما يوردني، أي معنى أنه إذا أنا يوردك أنت كوزير وبالتالي يعني مثلا كيف أنا كوزير بدي أجي أصرف 4000 ليرة، في عندي موظف في المالية بيجي بيقول لي معالي الوزير أنا ما بوافق لك على هاي. المراقب العام مش المراقب حتى بالوزارة عندي في واحد عندي من وزارة المالية أنا بطلع ليش أصرف حتى 1000 ليرة الا اذا وافق لي هو، لانه هو مفوض من قبل وزاره الماليه للصرف. هلا هذا نقلناه وين حطيناه؟ حطيناه بلديات مراقب عام في البلديات، وبالتالي حاولنا نعالج مؤسسه اكثر وبنحاول نعالج ونضبط الحاله ونضبط الانفاق ونضبط عمليه اللي ما يسمى طبعا الترهل الاداري الكبير اللي افرزه او كان نتيجه مثلى له الواقع. طيب. اللي بنعيشه رقم ب. هلا انا مثلا امانه زي امانه عمان موازنتها 400 مليون، السنه الجاي بجوز تكون موازنتها ولا اللي بعدها مليار وربع. ليش؟ المثقفات الناطحات السحاب عوائدها راح تكون لوين؟ لصالح الامانه. طب هذه مش لازم تغير لي ثقافه؟ بدي تشوف انا مثلا انفاق، بدي اشوف مترو عمان، بدي اشوف امور لها علاقه بمشاريع استراتيجيه. اذا ما كان عندي انا فريق عمل وكان عندي مجلس امانه قادر على وضع استراتيجيات ومحددات ورؤى جديدة حيال تغيير ثقافة المجتمع، إن كان حيال حدائق أو إن كان حيال وسائل نقل أو إن كان حيال الأندية والتعاطي مع الأندية. ولاحظ أخي البيضين وأنا بدي أختم في هذا، مدينة زي برشلونة
يعني دخل نادي برشلونة يعادل دخل يعني السعودية مجتمعة، وبالتالي بتحدث انه يمكن طيب. لنا ان نشكل حالة انا بعتقد استثنائية اذا ما احسن استثمار الموارد. اخر شيء ان شاء الله عندي اخر شيء والله برجع لك يا دكتور اسمح لي اسمح لي على اخر شيء والله تروح مني لا بتطلع انا متاكد انه عندك الكثير ساعه دكتور راح يجيك عليه سؤال عشان ما ناخذ بسرعه دكتوره يعني انتم مره ثانيه ذهبتم الى الناس سالتوهم وكما تفضلتي مطالب الناس اولوياتهم مختلفه وبدها مطالب يوميه نظافه غيره لكن هناك حديث عن مشاركه ضعيفه اليوم هناك حتى الحكومة تتوقع أن تكون المشاركة ضعيفة لماذا يعني هذا الإحساس وما هي سبل تجاوز المشاركة الضعيفة والخروج بشكل أفضل طبعا احنا يعني احنا طبعا تفضل الدكتور حازم مضحكة انه نحن اعتقد انه موضوع نزاهة الانتخابات شغلة هي بتساعد على رفع مستوى المشاركة وانا طبعا احيي الهيئة المستقلة للانتخابات حتى يعني من خلال التجربة اللي مرقنا فيها نعتقد انهم بيعملوا جهد كبير بان تكون هذه الانتخابات نعم. مقبولة هذا واحد الهيئة هي للتوضيح بس الهيئة جهة مشرفة اليوم ليست جهة ادارية نعم تفضل بس ولكن يعني عم تبذل جهد كبير بانه تعطي الشعور للناس بالثقة في هذه الانتخابات النقطة الثانية هي الشعور إنه نحن ماذا بعد إذا لا يعني يجب على الحكومة أن يعني تشعر المواطنين أن الخطوة التالية هي أن يكون دور هذه البلديات أن يكون داعم دور الحكومة داعم وليس دور يفقدها من 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 قدرتها على القيام يعني تفضل الدكتور حكى بموضوع الوظائف وكذا هلا هي هاي فيها تناقض ما بين انه نحن بدنا نسوي لا مركزية وبدنا نعطي صلاحيات للبلديات وبين انه يعني بين ما هي مؤسسة أهلية وبين ما انه بتسيطر عليها وزارة البلديات هذا التناقض يعني عماله بيأثر على يعني قدرة الناس على الشعور بانه ماذا ما دوري انا كمواطن في المشاركة في اتخاذ القرار انت اذا لاحظت بفيلم الزرقاء المشكلة ايضا في المجلس البلدي بقول لك رئيس المجلس البلدي بتفرد بالقرار فمعناته فيش مؤسسية في اتخاذ القرار في المجلس البلدي هاي واحدة من المشاكل الثانية ما هي طريقة وضع الخطط في البلديات ووضع الاولويات وتحديد الانفاق المفروض انه بنشغل على هذا التدرج من انه مشاركة مجتمع محلي توضع الأولويات تحدد وين الإنفاق ترفع الميزانية توافق عليها وإنت بعدين كمواطن عندك القدرة إنك هذه البلدية لازم تكون في برنامج متابعة وتقييم إنت بتيجي بتابع شهريا أو ربعيا إنه شو نفذت يا بلديتي من الخطط اللي وضعناها كمشاركة محلية إذا الإنسان ضل يشعر إنه هو مهمش في بلديته والبلدية مهمشة في اتخاذ القرار على المستوى الوطني رح نضلنا ندور في هذه الدائرة المفرغة جلالة الملك حكى قبل كم من يوم طلب من الحكومة وضع خطة متكاملة لتنمية المحافظات وهذه يعني هذه يعني مبادرة يعني نحن يعني من جد انها مبادرة مهمة جدا ولكن السؤال ما هو المنهج ما هو المنهج الذي سنضع من خلاله خط انت لا تستطيع ان تضع خطة متكاملة لكل المحافظات مرة واحدة لانه الحالة الفردية على المستوى كل حالة وكل محافظة لها اهمية الشعور بانه المشاركة المحلية مؤسسة رح يصير في شعور بالثقة اما انه انا بنتهي دوري باني انتخبت المجلس البلدي وبعدين كل واحد بروح على بيته لا رح نبقى في مكاننا للأسف ونحن برجع بقول إحنا في تقدم لأننا لا نريد أن نكون سلبيين وقفنا هذه الوقفة خلينا في التقدم ولكن هذا اللي بحكيه نعم إذا لم نغير في هذه العملية المؤسسية التي يتم من خلالها اتخاذ القرار على المستوى المحلي والتنموي ومنه للوطني وليس العكس رح نضل في شعور بأنه ما بدنا نشارك إن شاء الله بنروح نعود التقدم دائما ونغادر مرحلة التأخر اللي الكل ربما ما بحبها تكون موجودة بعد الفاصل إحنا بانتظار ملاحظات بعض الأخوة المتابعين لنا محمد جرار ومرام العلي وخليل عطيات تفاعلاتكم وآرائكم إلى ضيوفنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين نعود معكم لبداية استئناف هذا الحوار محمد جرار يسأل ما سبب عدم الثقة بالانتخابات بشكل عام مرام العلي تسأل سؤال للضيفين كم تتوقعون نسبة المشاركة الفعلية بدون تضليل إعلامي خيل عطيات يسأل النائب قشوع هل تعتقد أن النواب كانت انتخاباتهم نزيهة للحديث عن البلديات الآن سؤال عبر تويتر هل يعتقد النواب أن أدائهم سيكون سبب عزوف الناس عن انتخابات البلدية
إليك دكتور حازم. يعني أول شيء بدي يعني أتحدث عن نسبة المشاركة. حسين المجالي وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات البلدية ذكي سياسي، فاستخدم تعبير ما رفعش سدة التوقعات، قال انه يعني نسبه المشاركه بجوز 20% 15% 25%. هو بيتحدث عن لغه سياسيه لانه ما بده يرفع من سده التوقع طبعا. لكن انا بقول انه شعبنا اللي 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 في الشتاء اعطانا نسبه 56%، انا بعتقد انه شعبنا بالصيف راح يعطي اكبر من هذه النسبه بكثير. انا دائما بحكي هذا شعب يمكن ان تعول عليه كثير، هاي وجهة نظري أنا، بس ما تحدثش عن نسبة 56%. لكن مرة أخرى دكتور مبيضي، ما بنقدر إحنا نقيس النسبة ب 3,700,000، لأنه هاي بتكون مش عدالة، لأنه في عندي مثل ما حكيت 700,000,000 برا و 250 في في. فإذا أنا حطيت النسبة إنها نسبة مثلا 2,500,000 و 2,600,000 وقسمتها على عدد الناس اللي راح يصوتوا في الانتخابات، أنا بظن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية رغم الكثير ما شابها راح تصل للنسبة. أما النسبة أنا بعتقد كويسة. رقم اثنين، موضوع النزاهة من الانتخابات انتهينا منه، ما ظل إشي حديث عن نزاهة وحيادية، خلصنا منها، هذول خالاتنا لزمان، أصبحت واجب الدولة أصلاً. هذا موضوع المواطن. هذا موضوع لا يجوز الحديث فيه، ما في، لأنه الدولة إذا زورت أو انتحار سياسي، هذا انتحار الدولة تنتحر. وبالتالي لأنه لما بتشوف أنت إرادة الناخب الأردني تم تزويرها، أنا بعتقد الدولة إيه بتقول، أنا بدعلن إن بكفينا دروس تزوير، يعني بكفي دروس تزوير بالسابق. طيب، فالموضوع الحديث عن التزوير والتزييف، أنا بعتقد كيف بدي أرفع النسب، يعني أخلي الناس تروح تصوت أدفعهم أكثر؟ بصراحة الدور الإعلام، يعني أولا البلديات يعني عفوا ما اشتغلت في الإعلام. هلا جايك لك، في عنا وسيلتين اتصال، واحدة بسموها مباشر واحدة غير مباشر. نعم، الغير مباشر بدنا الراديو والتلفزيون والإذاعة، لكن انا بحكي اوكي بدك تعول على الفيسبوك وتعول على تويتر كويس، لكن انا بحكي انه التلفزيون مهم. لما انت بتبلش تعمل ضغط تلفزيوني، خلينا احكي على الانتخابات النيابيه بدقيقه على هذا الموضوع. يعني صار في عندنا مرشحين كان عندهم تلفزيونات جابوا ارقام فلكيه لانه كانوا يملكوا تلفزيونات، تاثير، نعم تاثير التلفزيون، تاثير ضغط. انا لو بحكي انه رؤية بلشت تضخ وبلشت انها تشتغل، انا بعتقد نسبة امبارح كان على البلديات قبل شهر أيوة. اقل شويه استضافها، لكن مستمرين. انا بدي استخدم تعبير، انظر سي بي سي مثلا في مصر لما كان عندهم انتخابات ولا ساعه ما في إشي عن الانتخابات. بدنا ننجح الانتخابات احنا ايك نائب حضرتك معاليك موجود، المفروض أن تسألوا وزير البلديات أو ماذا فعلتم وما يا سيدي. أنا حكيت يعني إحنا مشان إحنا ما بننافس، بس إحنا بنطرح موضوع وطني. أنا بدي أحكي لك حكي إعلام، يعني إعلام مضبوط. أنا بدي أحكي لك حكي على الهواء لك ولا ست سلمى، الدكتورة سلمى، لا للجمهور ولا الجمهور. أنا بحكي خلاصي ولا يعني كل اللي وصلهم لوزير البلديات 5,000,000 6,000,000 ما والله 5,000,000 شو بيسوي؟ والله دعاية انتخابية لقائمة من قائمات الوطن تجاوزت هذا الرقم. بس ما حدا بطل مصاري يا دكتور يا سيدي. كيف سيدي انت بدك، انت عفك انت بدك كيف الحكومة؟ مش الناس اللي بدك توظفهم هذول يشتغلوا معك ما في حكومة؟ كيف يعني حتى على المواقع الإلكترونية ما شفنا دعاية، حتى على كيف انت حتى الناس اللي بدك تشغلهم هذول ما بدهم؟ طيب انا في عندي 40,000 واحد الحكومة دربتهم تيشتغلوا، طب ما بدك تعطيهم مكافآت هذول؟ طب كيف يعني هذه لغة الخمسة مليون؟ بصراحة لغة يعني وين 5,000,000 بسوي انتخابات؟ لكن هذه إمكانات بلدنا، يعني لازم نحكي إنه هذه إمكانات للبلد، وبالتالي بتحدث أنا بشتغل ضمن إمكاناتي مش ضمن تطلعاتي. أنا بقول مطلوب منا أن نتضافر كل الجهود من أجل نجاح هذا المشهد، وإن شاء الله رب العالمين رح ننجح. شكرا لك دكتورة سلمى. كيف نتجاوز النسب الضئيلة وأسئلة الناس إنه بدنا آليات لتدعيم النسب والدفع بالمشاركة بغض النظر عن الظروف؟ أنا بحيي الدكتور حازم على تفاؤله، وإحنا أنا بظني متحفظة ومع معالي حسين المجالي بالأرقام. إحنا أنا بالنسبة لنا نحن كمان عم نشارك، بنعمل الجهد اللي بنقدر عليه كمؤسسات مجتمع مدني. يعني نحن هلا في إعلان رح يبلش ينزل إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة لحديد الانتخابات، كمان يعني مساحة إعلانية. شو جوهر الإعلان هذا؟ جوهر الإعلان عن المشاركة في الانتخابات، يعني بالرغم من يعني إحنا مقدرين مشاعر الأسى، فبس عمالنا بنحاول نقول للناس بالرغم من ذلك فلنشارك ولنغير، إذا ما شاركنا إيجابيا لن نستطيع التغيير. فيعني إحنا عم نحاول إنه نكون واقعيين، عم نحاول إنه نوجد المسار الإيجابي في النظرة لهذه الانتخابات. يعني هذا الإعلان الذي سيبدأ حملة تبعتكم باتجاه نفس ما اسأل مرشحك هذا، هلا اسأل مرشحك، لا هذا توزع، هذا إعلان زي كرتونة يعني زي هيك يعني. خلينا نشوف اسأل مرشحك، نشوف الإخوان تابعين معنا يطلعونا. اسأل مرشحك اللي عملته منصة تقدم، اسأل مرشحك لانتخابات البلدية.
مجموعة أسئلة. تفضلي. احنا حاولنا انه هاي المرة الأسئلة يعني احنا حاولنا انه نغير شكل الأسئلة بحيث ان ندفع نحو أسئلة لم تكن تسأل في السابق. يعني مش الموضوع هل رح تزفت الشارع، اكثر عن كيف ستتعامل على رفع إيرادات البلدية، كيف ستخفض النفقات، ما موقفك من مثلا موضوع التوظيف، كيف ستستطيع، هل ستوظف ام لن توظف. فالأسئلة كانت مثلا، حتى في أسئلة كانت عن الحدائق العامة، ما أولوياتك، أولوياتك التنموية. وطبعا إحنا كمان حتى كان في سؤال الأخير بحب أشير له، هو إنه كون عمان العاصمة هل تؤيد انتخاب أمين عمان أسوة بباقي البلديات. يعني إحنا نريد أن ندفع بالحوار نحو الأسئلة الصعبة. وهذا توزع ورح يتوزع هذا كفلاير وعماله بنزل على صفحات التواصل الاجتماعي، وإحنا بنتمنى إنه يستفيدوا منه الناس. وأنا إحنا على فكرة لما بتلف على المقرات فيها حضور، فيها ناس، فيها حضور. أنا شفت يعني بعض الملاحظات، يعني شفت في مادبة يوم الجمعة كان في حضور لليافطات، شفت القوائم اليافطات أيضا في ذيبان بالكرك. إحنا بكرة عاملين مناظرة في إربد في المفرق. نعم. إحنا بكرة مثلا عاملين مناظرة في إربد، ما قدرنا نحصل رؤساء مجالس بلدية لأنهم المرشحين، ولكن جايبين يعني رح يجي حوالي 6 من المرشحين لأعضاء المجلس البلدي. في نموذج من الدعم الإعلامي لدفع الناس مشاركة بالزرقاء، يعني أنتوا عاملينه، خلينا نشوفه أيضا موجود. إخواني ورجونا إياه، حتى أنه كيف نصلح بلدية الزرقاء ونبقي فيها، نبقى فيها أم نهرب من هل فيها. نبقى يعني هل إحنا عم نقول للناس يعني ماشي يعني بلدية الزرقاء إحنا فيها يعني فيها مشاكل. كتير مشاكل نهرب منها ولا منواجهها؟ يعني حالة اللا مبالاة، في بعض الأسئلة بتقول مثلا باختصار حاليا البلدية ما بتمون غير على الحراسة والكناسة، برجع بجابه، لكن طيب ماشي، بس هل بتقدر حتى تقوم بهذا الدور؟ شو بدك أنت تعمل حتى لو المصاري ما بتكفي؟ شو لازم نعمل إحنا اليوم مع اللي عم نطلبه؟ انه الحل انك انتخب وطالب وسائل، يعني اولا طالب وسائل. نعم. يعني انت بدك تنتقل، بدك تنقل العمليه. نحن هذا اللي برجع بقوله، نحن العمليه لن تنتهي ب 27 اب، العمليه تبدا في 27 اب. هذه الرساله التي توصل، لازم تصل للمواطن عشان يشارك، لانه هو اذا فكر انه دوره بينتهي ب 27 اب قد ايه بده يشارك؟ شو اهميه المشاركه؟ نعم. فهذا المهم. طيب أرجع لك دكتور فيما تبقى لدينا من وقت. هناك أسئلة أيضا، موضوع نحن نتحدث عن التنمية والتعيين والمشاكل والتحديات والموارد، يعني الناس لما بيشوفونا بنحكي أنه ما بدنا تعيينات في البلديات، بس الناس عمليا بواجهوا فشل الحكومات في عدم وجود مشاريع تنموية تشغل الناس، زي ما تفضلتي دكتورة من منهج، لأنه ما في يعني خطة لكل المحافظات، كل محافظة حالة. وأنت يعني خير من يتحدث لنا بهذا الاتجاه، لماذا نفشل في المشاريع التنموية في حل مشاكل البطالة، بالتالي الناس بدهم يواجهوا بلديات؟ لأنه اللي قاعد الآن في الكرك واللي قاعد في المفرق واللي في جرش واللي في عجرون بشوفونا بنحكي، بس في النهاية هم ما عندهم إلا هالهيئة الموجودة المدنية الحكومية البلدية فيها فرص تعيين. يعني خليني بس يعني نتحدث بشمولية الحل. أي شيء بدك تسوي إذا ما في إله ماستر بلان، مخطط شمولي ما بزبط، لازم يكون في عندنا ماستر بلان. وزارة البلديات، واحنا نتحدث وانا ايام نتحدث وزارة البلديات، قمنا باعداد هذا الماستر بلان لكن ما تكملش. من المهم بمكان يكون في عندنا ماستر بلان. ليش؟ عشان نعرف انا وين احط المصنع، هل الارض هذه التربة صح للزراعة ولا صناعة ولا تجارة. فمن المهم بمكان يكون عندي ماستر بلان. رقم 2، بدي يكون في عندي صندوق يدير هذه الموارد، اي بمعنى. وبالتالي لما اجت جلالة الملك الله يحفظه في عام 2011 جاب صندوق اسمه صندوق تنمية المحافظات. نعم. مين اللي بده ينمي هالمحافظات؟ يعني من وين؟ مين اللي بده يشتغل في هذا الصندوق؟ اللي بده يشتغل واللي بده يحمل هذا الصندوق هم البلديات، لأنه البلديات اللي بقع على كاهلهم إيجاد ما يسمى مشاريع إنتاجية. لن نقبل إنه تبقى الموضوع مقصور في عمان. 3.5 مليون من سكان المملكة موجودين في عمان، جايين عشان في فرصة عمل، جايين لأنه في استثمار وفي إنتاج. طب أنا بدي أوسع القاعدة الإنتاجية، كيف بدي أسويها؟ علميا يقول العلم أنه أنا لازم يكون في عندي هذا الصندوق يوزع على المحافظات بناء على دراسات يمكن تنفيذها وتطبيقها من حيال المشاريع الإنتاجية. هيك هذا يكون العلم. لكن طيب مين اللي بينافس البلديات المناطق التنموية؟ انتبه، احنا جينا اشتغلنا بإشي ثاني له علاقة بالمناطق التنموية، وأخذنا جزء من هم البلديات ومن خيراتها، ومن خيراتها طبعا لازم نحكي الأمور المسميات. في خيرات، يعني خلينا نحكي الأمور المسميات. يعني أنا بتحدث إنه سويمة
اليوم سويمة لما نجي قسمتها واخذت منطقة تنموية عملتها فيها هذا الشان زلزي الأردني اللي ما شاء الله مفخرة أردنية، ألم يكن هذا جزء من عمل بلدك لازم تكون فيه منطقة؟ ألم يكن هناك إذن داعي لمسؤولية المجتمعية هذه المسؤولية المجتمعية غايبة؟ احنا جينا عملنا مناطق تنموية قامت وزخرت وأنتجت وأينعت لكن دون النظر الى المسؤوليه المجتمعيه اللي واقعه يجب عليها ان تكون. احيانا شغلنا ناس من عمان وجبنا مدراء من عمان يحددوا حاجات الناس في هذه المناطق. طيب خلينا نشوف، في عندنا بقي حديث عن نسبه مشاركه المراه، كيف دكتوره تقراي نسبه مشاركه المراه في انتخابات بلديه؟ ولدينا ايضا بعض المعلومات من التجمع الوطني او شؤون المراه يقدم لنا عدد مرشحات البلديه حول هذا الموضوع. في البلقاء عدد العضو المرشحات لمنصب العضو 36، إربد 86، الطفيلة 20. تشير إنه 25% ارتفعت الكوتا لازم تشير. عمان 20%. لازم تشير. نقبة 13، جرش 26، كرك 47، الزرقاء 35، عجلون 21، مادبة 23، معان 27، مفرق 91، ما شاء الله المجموع 465 مرشحة لمنصب عضو. لمنصب الرئاسة عندنا في إربد 3، في جرش والكرك والزرقاء 1-1 كل محافظة، معان 1 والمفرق 1 بالمجموع 8. كيف دكتورة أنت تقرأ هذه النسب؟ إذا بتسمح لي أنا، هذا موضوع كثير مهم، مشاركة المرأة. أولا إحنا رفع المشاركة ل 25 ممتاز، هي النسبة العالمية 30% نسعى إليها، لكن الأهم من المشاركة في الانتخاب أدي نسبة 25 في البلديات والأمانة. نعم، هلا الكوتة اهم من الكوتة. نشكرون عليها احنا، طبعا احنا نشكركم عليها، ولكننا لازلنا نطالب في البلديات والأمانة 25. لازلنا نطالب في الرقم الاعلى، ولكن السؤال الاكبر هو نوعية المشاركة. احنا من تجربة السابقة في دور المرأة في المجالس البلدية، في اذا بتجلس مع مشاركات مجلس البلدية كان في تهميش لها لدور المرأة. المشكلة هي الثقافة السائدة، يعني المجلس البلدي احيانا، وانا بحكي عنها وانا يعني حتى بفكر حتى على مستوى الاحزاب وعالميا معروفة انه الحزب والمجلس البلدي هو مكان، هو مكان يسمح يعني ممكن يصير فيه قرارات تؤخذ خارجه وتأتي انت على المجلس ويكون القرار تقريبا متخذ. ليه؟ لصعوبة انه المرأة خارج المجلس البلدي تكون تتواصل. طيب بالشكل دكتورة، من خلال يعني التواصل وقت الاجتماعي وقت بين بداهمنا. دكتورة شكرا لك، بأقل من 15 ثانية. 15 ثانية. انا بس بدي يعني أوجه رسالتي للمواطن. أسرع دكتور. أوجه رسالتي للمواطن. أسرع. أحكي له إنه لا تنسى 98228 ودي هالمسج وانتظر الإجابة، وأرجوك يوم الثلاثاء الجاي تكون صوتت في الانتخابات. خلص. أنت ما كلنا كلنا مع 98228، وهذه تحية أيضا لوزارة البلديات وكل العاملين في قطاعات الدولة في موضوع انتخابات البلدية. أشكر ضيوفي الكرام الذين شرفونا اليوم، معالي الدكتور حازم قشوع، سعادة الدكتورة سلمى النمس. شكرا لكم مشاهدي ومتابعين أبض البلد، حتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله.